صباح الخير أو مساء الخير يا برج العقرب. القراءة النهاردة للعاطفة اللي أعطيه في الطاقة العامة. برج العقرب، أنت تقريبا كده زعلان مع الشريك، ممكن لو أنت شايف كده، ومقدم لك حد، مقدم لك عموما يعني عرض، ممكن يكون عرض حب جديد أو عرض مصالحة، ولكن انت زعلان قوي 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 قوي، وقاعد تحت الشجره وبتشكي همك للكوبايات. مش عارفه انت اتجننت ولا ايه. برج العقرب برج العقرب على فكره برج، يعني هو صحيح لدعته القبر، ولكن والله حساس جدا 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 جدا، وبيحب قوي اللي يحبه. يعني المهم ان انت زعلان قوي، وده كارت والله بشوف فعلا برج العقرب انه عنيد قوي، متمسك برايه قوي. فحد مقدم لك عرض وانت مش شايفه اصلا، ومش شايف حاجه عموما، وعموما بتدور على كوبايه فاضيه هنا، سوري، كوبايه مش موجوده، وفي عرض تاني جاي لك ولكن انت مش عايز ده. برضو هنا نفس الكارت، برضو حد مقدم لك حاجه، حد مقدم لك، ممكن يكون دي طاقتك ودي طاقه الشريك، هو مقدم لك عرض، ممكن يكون عرض حب بالظبط، وفي عداله في الموضوع، عايز يعمل عدل في الموضوع او يرجع العلاقه مره تانية، ولكن انت تعبان قوي وبتقول له امشي بقى، وكفايه بقى، كفايه كده، عمر اللي راح. وعمال تسمع في برضو تامر عاشور، وجيت على كرامتي كتير بقى، والحاله العصبيه بتشتغل. طب مشاعر الشريك ايه؟ ده يبقى انت مش شايل منه قوي يا برج العقرب، شايل منه، شكله كده عامل فيك حركة مش حلوة، ممكن تكون اكتشفت ان في طرف تالت في العلاقة، ومش طرف تالت، ان يكون في 3 سيوف كده، ممكن تكون خيانة او برضه مش خيانة، بيكلم حد، بيعرف بنات كده، يعني بتعرف ولاد عشان تمشي على الشخصين يعني، او اكتشفت ان في حد بيكلم حد وخلاص. طيب برج العقرب، الشريك مشاعره حلوة قوي وبيحبك، وشايفك انت السول ميت بتاعه، وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجه الحلوه اللي في حياته، ومش شايف اي مشاكل في العلاقه اصلا هو، ومازال بيحمل ليك المشاعر الطيبه الجميله. واعتقد ان هو فعلا مقدم لك عرض مصالحه، لان انت قلبك مجروح قوي منه، وبيقول لك نتيجه بقى نرجع المال مجاريها بقى برج العقرب، وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني، ومتمسك برأيك، بس هو مازال بيحمل ليك المشاعر. لو بتتعامل مع حد من برج الاسد ممكن، او برج مائي برضو زيك، او هوائي، مائي برضو هنا تاني. طيب انت بقى يا برج العقرب، قلبك مجروح قوي 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 قوي، وندمان على العلاقة ككل، وندمان بقى على أي حاجة حصلت. يعني لو كنت بتديله، لو كان محتاج منديل واديته منديل كده في يوم من الأيام، أنت ندمان على المنديل ده. وبرج العقرب أصلا أقرب، أنا قمر في العقرب، أنا يعني لو قلت لواحد ازيك بندم، بندم والله على كلمة ازيك دي، صوابعي تعبت في الكتابة، بندم عليها، الصباع ده وكتب ازاي كده، أنا ندمانة. فانت ندمان قوي، وعندك حسره شديده قوي من العلاقه، وشايف ان هي علاقه فاشله، وانت ما يعني يقول لك ما خرجتش الا ب يعني لا كنت بلح، مش عارفه بلح اليمن ولا انا مش فاهم تقريبا المسألة كده صح. فيعني كارتين مش شبه بعض خالص، هو شايفك ان انت السول ميت بتاعه، لانه مقدم لك عرض تاني اهو، ده متمسك بيك قوي يا برج العقرب، ده مش سايبك، مش هيسيبك اصلا، ده راجع، وتقريبا دينية صادقة يعني، مش بيهزر معاك، لان هو اهو بص، حتى الكروت جايه ورا بعضها اهو، يعني ما باخدش كارت رابع بس هي جت زيها. عايز يعمل عدل، هو تقريبا حاسس ان هو بوظ الدنيا في خناقه حصلت بينكم ولا حاجه، او شاعر بانه فعلا 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 عمل حاجه غلط، انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك، او وصل لك اخبار ان هو بيكلم حد عليك، وسبت العلاقه وقلت له شكرا قوي على كده ومشيت، فهو راجع بقى يقول لك لا ما تسيبنيش، والله انا من غيرك ولا اسوى، والكلام ده بقى كتير ده، وتعالى بس انت زعلان منه قوي قوي قوي، ومتألم منه قوي قوي، لكن هو شايفك ان انت السول ميت بتاعه، ونفس الكوبايه، ويعني نفس الكوبايه ليه؟ لانه فعلا انت كنت مديله حب جامد قوي قوي،
ومديله مشاعر طيبة، وهو كان بيديلك برضه، او ممكن يكون مش بيديلك لان انت مشيت وسبته، بس هو شايف ان انت كنت بتديله، هو كان بيديلك نفس الحاجة يعني. طب هو شايفك ازاي يا برج العقرب؟ هو شايفك ان انت شخص عنيد ومتمسك برأيك قوي ومتكبر كمان، وهو شايفك كده بقى عشان ما تقولش حاجة، بس هو صح يعني، انت فعلا متمسك برأيك قوي، وتقريبا عايز تبص لقدام وتسيبه، واديت له ظهرك وباصص لقدام وسايبه خالص، وخلاص بقى اللي هو انا مش عايز منك حاجه، وانا هستقر لوحدي وهبقى لوحدي، وسيبني في حالي بقى لو سمحت، لان انت فعلا رافض العرض بتاعه، رافض عرض المصالحه دي. طيب انت شايفه ازاي؟ انت شايفه لو بتتعامل مع برج الاسد طبعا، انت شايفه شخص اعتقد يا برج العقرب هو شخص برضو في صفة اللي عندي، وشخص متحكم قوي، ممكن يكون كان بيخنقك في العلاقة وكان ماسك عليك قوي، وشخص بيحب يتحكم في اللي قدامه بالمعنى التاني يعني، بيحب يتحكم قوي في الشخص اللي معاه، متحكم قوي، شايفه متحكم قوي 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 قوي، وممكن كمان تكون شايفه ان هو ما ادكش المشاعر اللي انت تستحقها، يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص مثلا حاجه، تديله مثلا تكلمه مرتين في 3 مرات في اليوم، هو لما تيجي انت تنتظر المكالمه منه ما يكلمكش، او انت اللي كنت بتبدا دايما. شايف ان هو شخص متحكم، وشخص بيقفل قوي 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 على نفسه، مش قافل على نفسه يعني منعزل، لا بيقفل قوي على حته ان هو ما يديش لحد مشاعر، قافل على مشاعره قوي، او متحكم فيك قوي قوي قوي، متحكم. المهم ان هو شخص متحكم وعنيد وبيحكم رايه، وغيور، ممكن يكون غيور كمان، كان بيغير عليك قوي قوي قوي، شايف ان هي يعني علاقه فيها تحكمات كتير قوي، لان انت مجروح قلبك قوي منه قوي يعني، وفي حسره وندم بيه، ولكن هو ما يعني انا حاسه ان هو مغيب او حاجه زي كده، لان هو يعني عارف انت لما تقفل معاه تقول له امشي من هنا يلا وما تجيش هنا تاني وبتاع، فيقول لك لا انا والله ما هسيبك يعني، انا بحبك. برج العقرب بيضحك على نفسه برضه ساعات ويقول لي ايه، يقول لا انا همشي من علاقه، هو لا. هقول لك بقى برج العقرب هو عايز يعمل ايه. هو راجع، لو انتوا بتتكلموا مع بعض ومفيش فراق ولا حاجه، واعتقد هو مفيش فراق، هو عمال يكلمك دلوقتي او هيكلمك، وممكن يكون دي تاني عرض يقدمه او تالت عرض كمان، او بيزن عليك لانه زنان قوي، زنان، وما بيقاس على فكره، ما بيقاس، شخص ما بيقاس. كل ما هتجي تقول له انت جرحتني وقطعت في قلبي وتعبت معاك قوي، يروح مدافع عن نفسه بقى، هيدافع عن نفسه ويقول لك لا والله ده انا بحبك اهو، استنى بس استنى بس، انت رايح فين؟ خد بس ما اقول لك هنا، ده انا بحبك، انا غيور، او انا متحكم، او انا مش عايزك تكلمي حد غيري، او انا مش عايزاك تكلم حد غيري وبتاع، ولكن انا بحبك، او انا بحبك عموما يعني، عشان ولاد والبنات ما يزعلوش. يعني هو شخص باقي عليك قوي يا برج العقرب قوي، ومش ناوي، لا مش ناوي يمشي، مش ناوي يمشي خالص، وشايفك انت الحاجه الحلوه اللي معايا يعني. انت بقى ناوي على ايه؟ انت ناوي توازن، ناوي توازن عموما، سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية، فانت ناوي توازن بين عقلك وقلبك، لان الظاهر يا برج العقرب ان انت اديته كتير قوي قوي، واديته اكتر ما هو اداك، فلذلك انجرحت وحسيت بعدم تقدير في العلاقة دي بالظبط كده، عشان كده انت عايز تعمل توازن. انت بدل ما كنت تديله ال10 كوبايات مثلا، هتبدأ تديله مقابل كل كوباية، هو يدالك انا هديك كوباية، هتكلمني كلمتني النهارده هكلمك، اهتميت بيها ههتم بيك، غير كده لا يا عم، انا اتعلمت الدرس، انا انجرحت منك خلاص. تقريبا الوجع ده فوقك يا برج العقرب، وهتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو يدافع عن نفسه يقول لك لا والله ده انا بحبك وبتاع وتعالى نرجع، فلو هترجع هتعمل توازن في العلاقه دي، وناوي انت اللي تعمل التوازن ده، ناوي تقول له بقى انا اشوف بقى هتخوني يا اخوك. لا طبعا يعني ما الخيانه ما تبقاش قصاد الخيانه، ولكن ناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقه دي يا برج العقرب،
وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسكت المره دي. طيب هو شايف العلاقه ازاي؟ هو بصراحه يعني العلاقه حلوه، وظن ان هو خلاف على حاجات فعلا يعني بسيطه، مش حاجه صعبه يعني، الا لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقه. ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي بيتسلى بيه. انا حاسه ان هو شخص زي ما قلت لك شخص متحكم وشايف نفسه شويه، ممكن يكون بيشتغل حاجه في مثلا مشهور على السوشيال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه وبيحب يتكلم ناس كتير قوي، بس في الاخر انت اللي في باله على فكره. يعني سواء بيكلم، انت لو اكتشفت انه بيكلم بنات غيرك ولا حاجه، بس انت برضو انت رقم واحد عنده. طب هو شايف العلاقه ازاي؟ هو شايفها علاقه جميله قوي وعلاقه فيها ذكريات كتير، ظاهر ان انتوا فعلا بقالكم كتير فتره مع بعض وفيها ذكريات حلوه قوي، وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد عنك. لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك، برج الاسد عموما لما بيحب ما بيسيبش، فهو شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك. انت الشخص المناسب ليه، الشخص اللي بيحسسه بالظبط كده، الشخص اللي بيحسسه بان هو طفل بيتعامل بطبيعته معاك، بيحس بالحنان في العلاقة دي. اما انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقرب، واديته مشاعر جميلة قوي قوي قوي، حسسته الاحساس ده، خلت العلاقة بالنسبة له زي الجنة، مليانة كوبايات فيها ورد، مش كوباية فاضية، دي فيها ورود وفيها مشاعر. العلاقة دي مليانة مشاعر، عشان كده هو حاسس بان انت السول ميت بتاعه، انت الطرف الحلو اللي فيه. عارف لما يقولك انت اجمل حاجة في حياتي، انت اجمل حاجة في حياتي. حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشغول عنك، فلا انت رقم واحد يا برج العقرب، ما تخافش يعني. انت كمان شايف ان هو بداية حلوة، وانها علاقة مليانة حب. على فكرة علاقة فعلا مليانة حب قوي، بس ممكن يكون فيه خلافات، في انت اتقمصت منه يا برج العقرب، خدت منه موقف، عمل حاجة يعني، وش يعني اكيد برج العقرب ما بيقلبش كده. ولكن انت شايف ان فيها حب كتير قوي، العلاقة دي فيها حب كتير قوي وفيها مشاعر جميلة قوي، فانتوا الاتنين مشاعركم متساوية، ولكن حصل سوء تفاهم مش اكتر، وتقريبا هترجعوا لبعض ان شاء الله باذن الله، او انت ناوي تعمل توازن. لو انت يا برج العقرب مشيت وسبت العلاقة، لو انت اللي مشيت او مقرر تمشي، ركز معايا بقى، لو مقرر تمشي ومقرر ترفض عرض المصالحة وبتقوله لا مش عايز ارجع تاني، النصيحة بتقولك انتظر يا برج العقرب، خليك في العلاقة ما تمشيش، لان الشخص ده بيحبك قوي وشايفك نص التاني، وشايف ان العلاقة مليانة حاجات، يعني لو باظت هتبوظ معاه حاجات كتير قوي، لان هو بنى حياته عليك. ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحة حتى، يعني دي برضو شخص بينصح، فممكن تكون انت كنت بتنصحه، ممكن يكون كان في ازمة في حياته وانت عديته منها. المهم ان هو شاعر معاك بمشاعر حلوة قوي، فالنصيحة بتقولك ما تمشيش لو سمحت، ما تمشيش يا برج العقرب، وانتظر، وهو هيتصلح. لو في حاجة مش عاجباك في العلاقة هتتصلح، وما تخافش وخش بقلب جامد، وبطل بقى تحكم نفسك، بطل تبقى عنيد ومتمسك برأيك بدون أي داعي، لأنه إيه ده، أنا شقلبت الدنيا. على العموم برضه النصيحة هنا حلوة. هو بيحبك قوي على فكرة، والنصيحة بتقول لك لو سمحت ما ترفضش العرض، جالك بعرض مصالحة، وعلى فكرة برضه ده كارت الخاطر، واخد قرار على فكرة عايز يرجع. واذا كنتوا بتتكلموا دلوقتي اهدى عليه، لان هو عمال يدافع عن نفسه كتير قوي، الظاهر من كل شويه يجي يقول لك على فكره والله العظيم ما عملت حاجه، والله لا والله لا. برج العقرب هقول لكم بقى يعني مشكلته ايه، برج العقرب، بنات برج العقرب بالتحديد متملكه، ودي مش عيب، متملكين ده مش عيب، لكن تخنق اللي معاها لا، لكن متملكين قوي، ويحبوا الشخص اللي معاه يبقى بتاعهم هما بس. فممكن زي ما قلت لك انه او زي قلت لك يعني عموما انتوا شايفين ان هو مهتم بحاجات تانية وسايبكم، ما تحبوش كده، ده برج العقرب بيحب الاهتمام قوي يعني. طب نشوف المفصلين.
ممكن يغير طبعا الطاقة الأولانية خالص، ده طاقة تانية، ولو شفتها شبهك خلاص. إنما لو شفت إن النهاية مختلفة، الشبشب الشعر ده بيجي منين؟ يبقى مش بتاعك، لأن الطاقة دي ممكن تبقى ناس يعني ما فيش عن بعض حاجة خالص خالص خالص. مفصلين من برج العقرب، مشاعر إيه حاليا، وناوي الخطوة اللي ياخدها، أو عايز إيه من ده. هو حاليا مش هقول مستقر، ولكن هو شايف نفسه الأيام دي، وبدأ يبص لنفسه، وبدأ إن هو يشتغل على نفسه شوية. خرج بره سجن أفكاره. طالما بتتعامل مع حد برج الجوزاء برج العقرب، ممكن ناخد الورقة التانية. بص يا برج العقرب، هو حاليا خرج بره الهواجس اللي هو كان عاملها لنفسه، العلاقة باظت طبعا، فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجس اللي كان فيها، وبدأ يخرج بره الأفكار السوداوية اللي كان عايش فيها، سواء اللي هي ألم الفراق ولحظة الفراق نفسها، سواء يعني شدته مع بعض أي حاجة، وبدأ يشوف هيعمل إيه في حياته، سواء كان هيهتم بشغل أو يرجع العلاقة مرة تانية، لأن ده شخص مستقر، وفعلا هو بدأ فعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي. يعني هو حرفيا بقى مستقر، ومستقر في مشاعره على فكرة، مشاعره مستقرة دلوقتي، وبدأ خرج من الكون ده. طيب هو ناوي على إيه؟ هو طبعا مجروح. بصوا دي يعني مرحلتين، مراحل وجع القلب عموما، فهو خرج طبعا من كده، وهو في السابق كان بالمنظر ده، قلبه مجروح منك جامد قوي وتعبان قوي، ممكن من غيرك، مش منك، ممكن تكون ما عملتلوش حاجه، هو اللي مش، فهو من غيرك تعبان، وناوي يرجع تاني العلاقه، لانه اكتشف ان انت سول ميت بتاعك. ممكن تكون متعامل مع حد برج الجوزاء يعني، او ميزان، برج هوائي او تاني، وهوائي برضو مش عارفه في ايه، بس تمام. بدأ يكتشف ان انت السول ميت بتاعه، انت يعني انت الشخص الجميل اللي في حياته، وانت الحب الحقيقي، وهيرجع توازن العلاقه دي ان شاء الله باذن الله تاني. ناوي يرجع التوازن للعلاقه تاني. ناوي ان هو، شو بقول لكم، استقر، هو مستقر دلوقتي في مشاعره، هيرجع العلاقة دي تاني وهيشتغل عليها، وعايز يمشي بالعلاقة دي لقدام، عايز يمشي بالعلاقة دي لقدام. هو حاليا دلوقتي مستقر جدا في مشاعره، وبعد طبعا ما كده يعني مش مستقر. طبعا احنا بنزعل قوي لما نعرف ان اللي بعيد عننا مستقر، لكن قبل ما كان مستقر كان ايه؟ كان كده، افرحوا بقى. ممكن يكون اذانا يعني، اذى الشخص، اذى برج العقرب، فهو ما تخافش، هو كان كده وعايز يرجع. ولو اتعامل مع حد برج الجوزاء زي ما قلت لكم، او برج الميزان، او برج ترابي، فهو ناوي يرجع، لانه اكتشف ان انتوا السول ميت بتاعه، وهيمشي بالعلاقه دي لقدام ان شاء الله باذن الله. مش حاجه وحشه يعني. طيب العزاب بقى، اللي هو مفيش حد في حياتهم، او بقى لهم فتره طويله قوي ما ارتبطوش، لان العزاب دول بيبقوا مش منفصلين، حتى لو كانوا انفصلوا بقى لهم فتره طويله قوي ما ارتبطوش. خلينا نقسم الورق الاول عشان العزاب دول حبايبي. عزاب من برج العقرب جاي في حياتهم، ممكن يكون الشخص ده هيظهر في شهر 8 مش 7 يعني، يعني ساعات ممكن يكون بيغير رأيه، يعني حد يجي يدخل يقول لك بحبك فيغير رأيه. في حد داخل في حياتنا ولا لأ؟ مشاعره ايه؟ وناوي على ايه؟ الحمد لله اخر حاجه دي بتعجبني في الموضوع. طيب قبل بس ما ابتدي في القراءه، فصل حاجه بس كده. بص يا برج العقرب،
الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك، وممكن يكون برضو برج الأسد برضو أو برج تراب. الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص قديم برضو أو شخص من الماضي برضو، ممكن ما يكونش كان في علاقة أصلا ما بينكم، ولكن هو يحمل مشاعر فياضة قوي ليك، قوي 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 يعني. وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متذبذبة في الماضي، يعني كان بيخش في حياتك ويخرج تاني بسرعة، يعني يتكلم شهر ويغيب 3 أشهر 6 أشهر، فما كنتش عارف هو عايز منك ايه، وبعد كده مشي تماما ومرجعش تاني، فهو راجع تاني. وممكن يكون شخص جديد بقى، شخص يعني شخص حبوب جدا وبيحمل مشاعر طيبة ليك، ويعتبر السول ميت بتاعك او شبهك، لان ممكن يكون شبهك مش السول ميت بتاعك، شبهك بس مش اكتر. ومشاعره ايه؟ هو مشاعره مندفعة جدا عليك وعايزك، وعايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقولوا كده، عايز يقفل عليك الشابتر من حياته، عايز يقفلها عليك، وعايز استقرار معاك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت، مختارك انت وعايزك. ممكن تكون كانت علاقة ثلاثية وهترسى عليك انتوا الاتنين بس. شكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا، شكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا. زي ما قلت لكم، هو حد قديم بقاله فترة كبيرة قوي ما اتكلمش معاكم، وكانت علاقة ثلاثية وانت سبته ومشيت، او بقى حصل فراق وخلاص، هو حصل الفراق وانت بعدت عنه، ولكن القدر رجعك تاني. دي عجلة الحظ، القدر لف لفته ورجعه تاني. وهو شخص طيب على فكرة، مش وحش، واختارك انت وجايلك بأقصى سرعة عنده. بس خلي بالك ان المشاعر بتاعته مشاعر مش مستقرة، خلي بالك يعني مش مستقرة، بيفكر كتير قوي 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 قوي، وقلقان من الخطوة اللي هو هياخدها دي، مشاعره قلقان. بس هو عايز يجي وعايز يستقر عليك ويقفل، زي ما قلت لك، يقفل الشابتر عليك انت، شابتر من حياته عليك انت، ويقفل الماضي اللي حصل، لانها زي ما قلت لك ممكن تكون كانت علاقه ثلاثيه وحبك انت وشايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت. ده ست كبيره زي في القراءه التانيه بتظهر، يعني حصل اشتياق بمعنى اصح. وهو على فكره اتخزل من الشخص التالت، والشخص التالت سابه، لو علاقه ثلاثيه خلاص راحت، وهيرجع لك انت لانه مش عارف يعيش من غيرك، مش عارف اصلا، كل ما يجي ينام يفتكر الذكريات اللي فاتت دي، هو راجع تاني وعايز يدي فرصه للعلاقه دي مره تانيه. ده طاقه تالته خالص يا برج العقرب، عشان الناس اللي بتتفرج ما تقولش دي طاقه تانيه مكمله مع تالته، لا، ده العزاب اللي بقالهم فتره طويله او ما ارتبطوش، او كانوا مرتبطين، او كانت علاقه ما كانتش علاقه اصلا، يعني ما عارفين بعض، ولكن ما لا حد اتكلم ولا حاجه، ولكن انت اكتشفت ان في طرف تالت وسبته ومشيت، فهو نهى الطرف التالت ونهى خالص الموضوع ده، وجاي لك انت يفتح معاك الليله دي. طب نشوف مشاعرك انت ايه تجاه العرض ده، ان ده عرض عموما حتى لو كان عرض قديم، هو عرض. مشاعرك ايه؟ جت معاك مين؟ جت معاك مين؟ انت هتبقى فرحان قوي 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 بالموضوع ده، هتنتصر، هتحس ان انت انتصرت يا برج العقرب، هتحس ان انت انتصرت، انتصرت بيه هو. وتقريبا زي ما قلت لك، هو سابك او انت سبته وزعلت قوي على العلاقه اللي فاتت دي، بس ما تقلقش، هو بيفكر فيك وعايزك، ومشاعرك هتستقر، والموضوع هيمشي
للي انت عايزه، وهيمشي لقدام وهيمشي للي انت عايزه ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله الحمد لله انتهت على خير، ابراج المائيه هو الحمد لله بتنتهي على خير يعني. فبرج العقرب اتمنى تكون القراءه عجبتك، وبعيد تاني الطاقه الاولانيه غير الطاقه الثانيه غير الطاقه الثالثه، وانا بعملها ثلاثه كده عشان الطاقات ايه هي. ممكن تكون القصه شبهك ولكن حدثت مع حد تاني خالص، عشان الاولانيه لو راجع والتاني هنا ما بيفكرش اصلا، والتالته حد ليه علاقه يعني مختلف تماما او بيفكر ينتقم مثلا ولا حاجه، فلا ملهاش قد مع بعض. والناس اللي بتسال لا هو ترابي ولا مائي ولا ولا ولا، عندنا خريطه الابراج شمسي طالع وقمر، فممكن يكون الشمس بتاعه حوت والقمري عقرب والطالع بتاعه او الصاعد بتاعه اسد. اتفضل يا سيدي. فخلاص الدنيا يعني كده. يعني انا مثلا كل طاقاتي مائيه اصلا، حوت وسرطان واخده الليله كلها. فاتمنى تكون القراءه عجبتك يا برج العقرب اللزوز، وان شاء الله باذن الله تبقى علاقه موفقه. شكرا ليكم، وما تنسونيش.